مشكلة عدم الاقتران بالبلوتوث. كثير من مستخدمي شاشات رودماستر يخلطون بين أيقونة بلوتوث وأيقونة الـ A2DB، والفرق بين التطبيقين أن تطبيق البلوتوث مخصص للاتصالات، وتطبيق الـ A2DB مخصص للمقاطع الصوتية من MP3 وMP4 وغيرها من الوسائط الصوتية. كل اللي عليك أنك تضغط على أيقونة بلوتوث وتقترن بهذه الأيقونة لأنها هي المخصصة للاتصال.